منذ أشهر والعراق يشهد غلق حدود الاستيراد والتصدير مع مختلف الدول التي أعلنت حالتها الوبائية، لتبدأ معاناة التجار في مختلف المحافظات العراقية وبالخصوص مدينة كربلاء التي أوضحت مدى تأثر الوضع الاقتصادي بالمحافظة جراء أزمة الكورونا. بالنسبة للوضع الاقتصادي لمحافظة كربلاء أسوة بكل محافظات العراق بل بدول العالم، بعد أزمة كورونا هنالك ركود اقتصادي كبير أصاب كل دول العالم باعتبار نقل البضائع بين دولة وأخرى واستيراد وتصدير كان بصعوبة جدا، المطارات أغلقت، الموانئ أغلقت، لذلك تضررت كل المحافظات العراقية ومن ضمنها محافظة كربلاء. إضافة إلى ذلك كربلاء هي مدينة سياحة دينية وبالتالي تعيش على الزوار الأجانب القادمين إلى المحافظة بشكل كبير، إضافة إلى المشاريع الموجودة في محافظة كربلاء، مشاريع اقتصادية ومشاريع عمرانية، بالتالي تحرك عجلة الاقتصاد موجودة في المحافظة. كساد البيع وقلة الموارد وحظر التجوال وغلق الحدود بين المدن العراقية أزمة لا تقل خطورة عن الوضع الحالي، والمواطن يعيش حلقات متعددة من أزمات مستمرة بانتظار المشهد الأخير الذي ينتظره الكاسب والفقير. طبعا الأسعار قبل جائحة كورونا تختلف عن هاي الأسعار. قبل الأسعار كانت أرخص بهواي من هاي الأسعار. سبب الغلاء صار أولا سدة الموانئ، سدة الحدود، إحنا بضاعتنا كلها مستوردة، تركيا، سوريا، لبنان، الأردن، كل الحدود انسدت تقريبا مدة 3 أشهر، فصار ضيق بالأسعار عندنا. هالفترة صار لها تقريبا شهر أو شهرين رجعت الأسعار تنخفض عندنا كربلاء وكل المحافظات العراق بسبب أن فتحت الحدود، الغذائية قامت تطوف بصورة صحيحة، كل الدولار شوية نزل، صار انخفاض عندنا بالأسعار، فهسه الأسعار الحمد لله والشكر مستقرة. الوضع بعد الوباء صار أسوأ من قبل بسبب أنه توقف البضاعة اللي قاعد تجي للعراق، هاي من جانب، من جانب ثاني أنه التجار الموجودين قاموا يستغلون الوضع يصعدون بالأسعار بسبب الدولار، فاختلف الأوضاع. يعني قبل كانت المواد أرخص من هسه بهواي، هذا واحد من الأسباب. السبب الثاني الاستغلال الموجود، زين واي ناس قامت تستغل الوضع يبين أنهم مريض وقام شي يسوي، يقول الأمراض الموجودة هذه قاموا يضمون بضائع ما يمشوا للسوق لحد ما تصعد الأسعار ينزلوها مرة ثانية. مواطنون عبروا عن حزنهم تجاه الوضع الحالي الذي ناشدوا به العديد من أصحاب القرار، واتفق المعنيون على أن لا نتفق على شيء. لقناة التغيير الفضائية جاسم الهميم، كربلاء.